وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق باسم مجموعة مستوردي السيارات المتضررة حيدر البدري. مرحبا بك معنا أستاذ حيدر. بداية، ما خلفيات هذا القرار من الجهة التي ومن هي الجهة التي تقف وراءه؟ تحية لك ولمشاهدين قناة الرافدين. حياك الله. تحية لك أخي العزيز. أخي العزيز، في يوم 16/2/2016 سمحت لجنة الشؤون الاقتصادية بإدخال السيارات المتضررة إلى العراق. نعم. فوجئنا بقرار يوم 8/5/2018 بمنع دخول هذه السيارات المتضررة. مطلوب من المستوردين أن يصلحون السيارات بعمان وبالإمارات. يا الله يسمحوا لك أن تدخلها للعراق. يعني المستفيدين منها المستفيدين الدول المجاورة. احنا هسه هنا عندنا تدري راح تصير بطاله وراح يضطرون مواطنين هواي. ليش؟ لانه عندنا سمكر وعندنا حداد وعندنا فيتر وعندنا هواي عاطلين عن العمل. كيف سيؤثر هذا القرار عليكم، على مستوردي السيارات المتضرره وباقي المهن المتعلقه بالسيارات، اذا ما يعني بقيت الحكومه مصره على هذا القرار؟ احنا هسه عندنا سيارات متسدسه بالميناء ودا ندفع عوائد واجور وغرامات للشركات الاجنبيه وللحكومه العراقيه. نعم. يعني هذا الشيء بيضر بصالح المواطن. لجنه الشؤون الاقتصاديه اصدرت هذا القرار، يعني ما عندهم علم بخلفيه اضراره على المواطن العراقي. نعم. ما الخطوه القادمه لكم في حاله عدم الاستجابه لمطالبكم؟ في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا يعني راح نتأذى كلش ونتحطم، والحكومة تسمعنا، لأنه راح تصير مشاكل. تدري المستورد متعهد السيارات بإدخالها للعراق، من ما يسمحوا له بإدخالها للعراق وما يلغون هذا القرار راح كلش نتأذى احنا، وراح تزيد البطالة بالعراق. نعم. واللي وقع الكتاب مال اللجنة الشؤون الاقتصادية دكتور سلمان الجميل يوم 26/4/2018 اتصلنا بهيئه الجمارك العامه. يقول هذا الجهات العليا، الجهات العليا من اللجنه الاقتصاديه براس الوزراء. نعم. اتصلنا بلجنه الاقتصاديه براس الوزراء، يقولون هاي وزاره التخطيط هي ابلغتنا ومنعت استيراد السيارات. اخي العزيز، ناشدكم من خلال قناتكم الجميله، أرجوك أن توصل صوتنا الدكتور حيدر العباد وللحكومة أنه هذا القرار هو صالح العراق. ليش إحنا نشغل العمالة باقي الدول مثل الإمارات والأردن وإحنا هنا أولاد البلد يضطرون بهذا الشيء؟ وتدري أنت الدولة يعني ما تقدر تعين كل العراقيين، فالناس من شايف بهذا العصر. ونريد من الله منكم أن توصلون صوتنا، وأنا أشكرك كثير الشكر. نعم. حيدر البدري المتحدث باسم مجموعة مستوردي السيارات، شكرا جزيلا لك.